مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم. لقاء متجدد على شاشة الاسكندرية والعاصمة الثانية ثانية بثانية. عزيزي المشاهد معك على الهواء مباشرة. خلينا نأكد على حضراتكم ان حلقتنا النهاردة كلها هتكون عن نظام الثانوية العامة المصرية، الدبلومات الامريكية، وايضا المنتج اللي هو الطالب الذي يخرج الى الجامعات، مدى استعداده للدخول في الحياة الجامعية، وتحديدا ان معظم او كل الكليات الان اصبحت بنظام الساعات المعتمدة او الكريديت اور سيستم، والحقيقة المسألة بقت مختلفة جدا. الارقام بتاعة الثانوية العامة وحتى الامريكان كثيرة جدا. انا من وجهة نظري ان مفيش تكافؤ للفرص في اشياء كثيرة بالنسبة للدبلومات الاجنبية وبالنسبة للثانوية العامة، لانه عندهم اكثر من محاولة وعندهم اكثر من طريقة انهم يستطيعوا انهم يحسنوا واشياء كثيرة، لكن الثانوية العامة خلاص اسقط في يده. يعني اول ما جاب المجموعة خلاص اسرة كلها قد تتحطم، اسرة كلها قد تنجو من هذه المأساة الغير عادية. تفاصيل أكثر وأكثر دراية، لأن المنتج الأخير بيخرج بيروح عندها هي الأستاذة الدكتورة غادة القط، مساعد رئيس الأكاديمية. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا أستاذة، نورتيني. كل سنة وأنت طيب. طيبة وصحة وسلامة، ميرسي على دعوتك الكريمة. الله يخليك. في البداية كده أنا هكلمك كأم، بعيدا عن الأستاذية وبعيدا عن كل القصة دي، انا قررت نفسي انه لو الست دي بقت رئيس الوزراء، بقت رئيس جمهورية، بقت هي ام في داخلها ام، والامومة تطغى دائما على اشياء كثيرة جدا، وبتخلينا نتنازل عن اشياء كثيرة جدا في الحياة في مقابل اسعاد ولادنا. والحقيقة جيلنا احنا من الاجيال اللي ضحت كثير جدا علشان تلبي لهم طلباتهم، بعيدا عن اجيالنا احنا. يعني احنا كان عندنا جلد كان على الاب والام، لا ده لا ده، ما كانتش الطموحات وسقف الامكانيات بهذا الشكل اللي احنا بنشوفه، ولا تحديات كانت بالنسبه لنا زي التحديات اللي بالنسبه لهم احقاقا للحق. يعني فقولي لي كأم، انت شايفه الثانويه العامه ازاي؟ اولا انا بشكرك على المقدمه، يعني ووجود الانسان كوظيفه ولا كأم طبعاً. الام طبعا هي حاجه لا تتجزا، ودي حاجه داخليه جوانا كلنا، والحمد لله ربنا بس يحفظ اولادنا ويبارك فيهم. الثانويه العامه السنه دي، انا طبعا ما كانش عندي حد تحديدا في الثانويه العامه، لكن من اصحابي وقرايبي والناس واللي بنقراه وكل ده، المجاميع كانت عاليه جدا 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 السنه دي، واتوقع ان ده كانت المشكله الكبيره اللي بتواجه بعض الناس. حضرتك بتساليني على الطلاب والمنتج واللي بيجي لنا كاستاذه جامعه من التعليم الثانوي، واذا كان في تكافؤ فرص او مفيش تكافؤ فرص. هو الحقيقه الناس اللي بتدخل الجامعه زي ما حضرتك عارفه هم من اكتر من حاجه، التعليم الحكومي والتعليم غير الحكومي والمدارس الخاصه والمدارس الدوليه ومدارس الانترناشونال، كل الانواع المدارس التعليم الخاص عموما، وهم من اكتر من حاجه، في الفرنسي وفي الالماني وفي الانجليزي وفي الامريكاني، اكتر من نظام. لو انا هتكلم كاستاذ جامعه بيبانوا من اول يوم، يعني في المحاضرات بيبانوا، في دخول الجامعه بيبانوا. طلاب، في طلاب ممتازه من الثانويه العامه على فكره، يعني المخرج اللي بيطلع من الثانويه العامه مش وحش زي ما الناس متصوره، بس يمكن المدرسه. خليني اقول لحضرتك سؤال تاني، هو ايه اللي خلى الناس تتوجه لانظمه التعليم الاخرى؟ عنق الزجاجه بتاع الثانويه العامه والدروس والدنيا، يعني ده موضوع كبير جدا على فكره، اتوقع ان بدايته من هنا. عدد الناس زادت جدا، زمان ما كانش فيه يعني ناس بتدخل للمدارس الاخرى، لكن دلوقتي كل الناس بتضطر مش قادر اقول كل طبعا، بس اللي بيقدر يروح لانواع من التعليم الاخر غير التعليم الثانويه العامه عشان يخرج من عنق الزجاجه زي ما حضرتك بتقولي، بيتوجهوا الى هذا التعليم. في مساوئه طبعا، في، لكن في برضه مزايا. هضطر اسالك، لما بيدخلوا عندك الكلاس اول يوم بتصنفيهم من اول؟ بيبانوا والمدرب. مين اكتر الولاد انضباطا في كل الهيستوري؟ الالماني. وبعديهم الفرنساوي.
لانهم الراهبات. مش ما اقدرش اقسم بس يعني الحقيقه انا ما عنديش حد في المدارس دي برضو عشان ما حدش يفتكر ان انا بتكلم على المدرسه بعينها. الحقيقه مدرسه الالماني بنات بيجوا منضبطين جدا او منضبطات جدا. التعليم الفرنساوي اللي بيجوا عندنا هنا راهبات وهنا متميزات. يليهم بقى التعليم الانجليزي والامريكاني على حسب نوع المدرسه. طيب. يعني برضو عشان ما نظلمش البرنامج الانجليزي او البرنامج الامريكاني حسب نوع المدرسه. المدرسة ليها تأثير كبير جدا في ما يطرح وما يقدم من برنامج. طيب. في الخريج بقى في شكل الخريج. عايز اقول لك حاجة كمان، لما ابني يجيب فوق 90 من 97.5 يبقى ممتاز، يبقى في تقدير حضرتك في الجامعة ممتاز ممتاز ممتاز. طيب. لان عنده امكانيات الا اذا كان حافظ. يعني برضو خلينا برضو نفرق ما بين حاجتين، الدرجات والمجموع للاسف مش هي المؤشر، ولكن هي عندنا للاسف اللي بدخل الجامعه. يعني لو فرقنا ما بين، يعني انا يمكن دايما بقول الحكايه دي انه مش شرط تكون جايب المجموعه الكبيره عشان تبقى انت المتميز والشاطر. مش لازم كل درجات تبقى الاي ستار عشان تبقى انت الشاطر. ممكن تكون درجات اقل وممكن تكون المجموعه اقل، لكن عندك بالظبط عندك الانشطه والمهارات والحاجات الثانيه اللي اتوقع ان العالم كله متوجه ليها دلوقتي. يعني انا لا اعتقد انه اي حد دلوقتي هتروحي له وظيفه تقولي جايب كام يقول لك انا جايب مجموعه قد كده، طب اقعد اشتغل لي الشغلانه دي انا مش عارف. فالفيصل هيكون المهارة في أداء العمل ليست المجموع فقط لا غير. وأتوقع ده النظام الجديد اللي دخل عليه الدولة إذا كنا بنتكلم على تطوير التعليم. يعني بس التطوير محتاج لسه 20 سنة علشان يتم، عشان نبدأ من الصغيرين اللي هم في الحضانة والكي جي 1 وكي جي 2 يطلع لكله، يبقى احنا عملنا التطوير. لكن التطوير أنا في رأيي مش طبعا مع الاحترام والتحفظ لكل القائمين على التطوير، التطوير مش هيجي على آخر مرحلة. يعني مش هيجي تطور مرحلة الثانوي مرحلة الإعدادية، هي مش كده، هي لازم تتطور من البدايه. فانا اتوقع النظام اللي ماشي دلوقتي اللي هو من اول حضانه ونطور، يبقى ده التعليم الجديد. مدارس الجديده، في مدارس ياباني دخلت عندنا، في مدارس انواع كتيره دخلت الحقيقه. كل ده بقى مع الدكتور ولا ضد النظم الجديده؟ احنا بنشوف الجامعه الالمانيه والجامعه الفرنسيه والجامعه يعني كل الناس استثمرت في التعليم عندنا والدنيا ماشيه معاهم كويس قوي، واحنا التعليم عندنا ما زال يعني مش عايزه اقول منهار لكن لا زال بعافيه شويه. بس انا هتكلم علينا احنا كلنا كافراد. يعني سيبك من انه احنا هنتكلم على وظايفنا، خلينا نتكلم كامهات، يعني كام عاديه كده. لو انا دلوقتي قدامي فرصه ان انا اخلي ولادي كويسين هخليهم كويسين. ايه اللي هخليهم كويسين؟ احنا بلد بتحب التعليم. احنا ناس هنا في مصر بنحب التعليم. طب والتعليم ليه بنحبه؟ لان هو ده اللي هيعمل مستقبل للولاد. طب وليه بنعلمهم؟ عشان هم عايزينهم احسن مننا. طب ويتعلموا في اي نوع من التعليم؟ حسب ادراك كل عيله وقيمه اللي عندها واللي تقدر تحمله في ولادها هتعمل فوق. احنا كنا بنتخيل كده يا دكتور، وحضرتك شفنا مدارس تتبع قنصليات كثيره جدا في الاسكندريه، وقلنا نستثمر في ولادنا ونحط الفلوس ديت في المدارس دي، هي الاكثر استقرارا، هي اللي بتطلع شهادات كويسه، هي اللي بتطلع. مع ان انا برضو مختلفه في مساله التربيه لان فيها اضطراب كثير جدا عن المجتمع، الولاد بيبقوا منفصلين بشكل او باخر. حتى دي طالها الفساد. يعني حتى المدارس دي يا دكتور، يعني في مدرسه في اسكندريه عندنا فيها مشكله، وفي مدرسه في القاهره فيها مشكله. طب الناس تعمل ايه؟ يعني فلوس بندفع، اوكي، اهتمام بنهتم باولادنا، ومع ذلك تلاقي مثلا اتنين اتخانقوا مع بعض جوه المدرسه. حصل كمان في مدارس كثيره جدا استثماريه، اتنين اتعاركوا مع بعض المدرسه هاصت والدنيا باظت. يعني هو طبعا بدون ذكر اسماء المدارس عشان ما نقولش اسماء مدارس، لكن هو حضرتك ذكرتي مدرسه انا يعني عارفه تفاصيلها. انا عارفه تفاصيلها جدا لان انا يعني كنت يعني 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 عندي بنتي متخرجه من احدى هذه المدارس، و وابني كان فيها برضو، ولكن حصل مشاكل عندهم كبيره جدا. يعني الاستثمار في التعليم ده مهم، انا شخصيا واحده من الناس المؤمنين جدا بالاستثمار في التعليم. لكن لما يكون التعليم المظبوط والتعليم الجاد والتعليم اللي هتاخدي منه الثمار، مش التعليم اللي له شكل. يعني ما يكونش الهدف انه مدرسه غاليه وخلاص. مدرسه غاليه لكن محتواها العلمي لازم يكون غالي برضو، غالي في القيمه اللي هحصل عليه في الخريج. المهاره هي الاساس يا استاذه امل. يعني المهاره انا وهي يا دكتوره، ماذا تقصدي بالمهاره؟ اذا كنت انا دفعت كل اللي في جيبي عشان ادخل ولادي ويبقوا احسن مني، انا عايزاهم يتربوا اكتر مني. ناس بتتخيل لما حد بيدخل مثلا جامعه خاصه فهو مليونير، ابدا، ده في ناس بتعمل جمعيات وناس بتبيع حاجات عشان تعلم ولادهم ويخلوهم افضل منهم كثيرا. المساله مش كل الناس اللي دخلوا مدارس خاصه غاليه هم بالفعل قادرين. بصي اقول لك حاجه، هو احنا لازم بس نفرق ما بين عدد من النقاط. يعني في عدد من اولياء الامور
اللي هم فعلا مهتمين ان اولادهم تتعلم، وبالتالي الناس دي هتضحي بالغالي والنفيد زي ما بيقولوا عشان يدخلوا اولادهم احسن مدرسه يقدروا عليها طبعا، لانه ما ينفعش ادخل ابني او بنتي مدرسه انا مش قادر عليها. أيوة. الحاجه الثانيه، في عدد من الاهالي يعني ممكن ما يكونش قوي عنده بس نواحي ماليه مش اكتر، فيقول ادخل المدرسه اللي هي استثمر فيها بس، يعني بيدخلوا للمنظره نوعا ما. فده موجود وده موجود، لكن خليني اكلم حضرتك على النظام التعليمي نفسه. هو ايه اللي احنا محتاجينه من المدارس؟ أيوة. ايا كان نوع المدرسه بقى، احنا محتاجين ايه من المدرسه؟ احنا محتاجين، على فكره احنا عندنا ثلاث مقومات، عندنا مدرسه وعندنا عيلة اب وام، اسره اب وام وطبعا اولاد بس واخوات بس اب وام في الاساس، وعندنا الطالب بنفسه تمام، زائد البيئه بقى زائد المجتمع المحيط، اربع حاجات مبدئيه الحاجات، وعندنا سوق العمل. ايوه بس كل الحاجات دي يا دكتور احنا ما ذكرناش فيها مقومات التربيه. ما انا هربط لك بقى، اقول لحضرتك بقى، انا هقول لك الحته دي بالظبط. احنا دلوقتي لو دخلنا الاهم من التعليم تمام، الاهم كده انا هدخل على المدرسه الاول. المدرسه دي لها نظام ومنظومه. حضرتك ذكرتي مدرسه معينه دلوقتي بدون ذكر اسمها، اكيد هي مشهوره في اسكندريه ومعروفه طبعا. يعني على فكره نفس المشكله في القاهره وفي القاهره المدرسه، المدارس عموما في منظومه. طيب لو المنظومه اختل منها جزء يبقى في جزء تاني مكمل. ايه الجزء التاني المكمل؟ يبقى المنظومه لازم فيها نظام، ولازم يكون فيها اداره، ولازم يكون في هدف من التعليم، ولازم يكون في مدرسين اكفاء لاداره العمليه التعليميه، ولازم يكونش في مصالح يعني متضاربه في اداره العمليه التعليميه عشان المدارس الخاصه كمان. طيب امال ايه؟ والمدارس الحكوميه برضو، ما انت عندك لازم يكون في منظومه كامله متكامله عشان اقدر اكمل الهدف بتاعي. أيوة. طب والجزء الثاني العيله، يعني الاب والام اللي بيتابعوا الاولاد بتوعهم وبيتاكدوا ان هم متعلمين ومتابعين الحاجه اللي بيعملوها في التعليم. يعني ايه كمان؟ يعني ما اقدرش اقول ان الاولاد راحوا المدرسه ورجعوا والموضوع انتهى. راحوا المدرسه ورجعوا اتعلموا ايه؟ طب راحوا المدرسه ورجعوا واحتكوا بمين؟ خلي بال حضرتك ده في مشكله كبيره جدا في المجتمع اللي احنا عايشينه دلوقتي، انه ناس كتيره فاكره ان الشطاره ان انا اكون بتمنظر كده، وان الشطاره ان انا اتكلم بالفاظ مش حلوه كده، والشطاره ان انا ابقى عامل نفسي مختلف عن الاخرين، والشطاره ان انا اتكلم من فوق الناس يعني، فدي مش شطاره. اذا فين البيئه بقى؟ فين البيت؟ فين الام؟ فين الاب؟ فين الام كمان اكتر؟ طيب فين بقى الطفل نفسه او الطالب نفسه؟ انت حابب المدرسه؟ طب في مدارس بتحبب الاولاد في المدرسه، وفي مدارس بتكره الاولاد في المدرسه، في مدارس بتخلي الاولاد مش عايزه تروح المدرسه. هو ده بقى الطالب اللي هيدخل لي المجتمع. انا بقى باخد حضرتك حته حته اهو، فين بقى المجتمع اللي هيتقبل الطالب ده لو ما كانش متعلم الحاجات اللي انا عايزه يتعلم؟ هي مش شطاره يحفظ المناهج ويجيب لي 99%، لكن انا عايزاه يطبق المناهج ويعرف ينفذها. اذا لازم يكون في ربط ما بين الشركات والهيئات والمؤسسات وكل قطاعات الدولة في كل الأماكن عامة وخاصة اللي أنا عايز أطلع الخريج أخليه يخدم فيها، وبالتالي أقدر أعمل هذا الدمج. يبقى مناهجنا تتغير، تطوير تعليمنا يتغير، يبقى في practical cases للطلبة وpractice، يعني يدخلوا تدريب عملي إجباري وهم في ثانوي وهم في ثانوي عشان يدخلوا الجامعة فاهمين. وأرحب بالناس اللي بتشتغل، يعني النماذج اللي شايفينها على السوشيال ميديا امبارح واول امبارح، الطلاب، انا مش هقول بائع وبائعه، هقول طالب مجتهد وطالبه مجتهده، الطلاب المجتهدين المتميزين اللي قدروا في ظل ظروف صعبه، يعني البيئه بقى البند الاخير اهو، ظروف صعبه لكن قدروا يتحدوها وقدروا ينجحوا وقدروا يتكلموا. حاجه ثانيه دكتور، قدروا انهم يكونوا مختلفين، يعني هو ده التميز، ده الاصرار، اللي هم نجوم المجتمع في الوقت الاخير، وبقوا هم نماذج يحتذى بها بالفعل، ما بقوش طالب وطالبه عاديين. ما في كتير جابوا 99. ما انا بقول لحضرتك الطلبه المتميز، لانه انا هقول حاجه حلوه، اغلب الناس لما تسافر بره مصر بدون ذكر بلدان برضو يقول لك ده انا اشتغلت بقدم مش عارفه ايه في الكافيتيريا، لكن ما عملتش. تقدر تعملها؟ انا غسلت اطباق مش عارفه فين. طب تقدر تعمل ده؟ لا، انا ابن مش عارفه مين. يا سيدي الفاضل، ما انت بتروح بلاد تانية تعمل ده. يبقى احنا لازم نغير ايه بقى؟ نغير مفهوم الشباب، الثقافه بتاعه العائلات بتاعه البلد، احترام الاخر. مش فرق، مش مهم على فكره حضرتك معاكي كام وانا معايا كام، لكن المهم اخلاقنا شكلها ايه وبنتعامل ازاي، مفاهيمنا ايه وتعلمنا ايه ونفذنا ايه. لكن الحقيقه ان انا احفظ الكلمتين واجيب مجموع كبير وبعدين ما الاقيش كليه ادخلها وبعدين ما الاقيش مكان اشتغل فيه وبعدين اروح اقعد قدام الناس ما اعرفش اتكلم كلمتين على بعض. دكتوره، المفروض انا لما ابني يجيب 93 او 90 او في حاله طبعا شديده، انا عن نفسي رغم انه مش ابني بس انا حزينه جدا، 97.5
اقول له ايه؟ انا مش هقول له انا هو ما دخلش الكليه اللي هو عايزها بعد 97 يا دكتور، مش من حقه يدخل الكليه اللي هو عايزها. بصي الطالب، طب ماذا يعني ماذا قصر هذا الطالب حتى يدخل كليه ليس لديه رغبه فيها؟ ده سؤال مهم جدا. انا لو ام هذا الطالب اكيد هكون زعلانه، زعلانه عليه مش زعلانه زعلانه. انا بقول حاجه زعلانه عشان هبقى فرحانه بيه. الطالب اللي جاب اي مجموع يعني اي مجموع ربنا وفقه فيه ونجح وتميز فيه، ممكن طالب يكون متفوق في ماده على حساب ماده، ممكن يعني نوعيه الطلبه مختلفه. لكن الطالب بقى اللي جاب 97 ونص ده ممتاز، احنا نقول له شابو احييه من هنا. بس السؤال بقى، هل ال 97 دي هتدخله جامعه اللي هو كان عايزها؟ لا. او الجامعه اللي ربنا كاتبها له بطريقه ثانيه؟ يا ريت بقى تقولي الحته. انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني مش عارفة هل ينفع أقول حاجة خاصة جدا في هذا السياق دلوقتي طبعا. يعني ولا لا. وأنا في ثانوية عامة أنا كنت شاطرة الحقيقة، ويشهد عليا الناس إن أنا كنت شاطرة. بس الحقيقة في مادة هقولها يعني على العلن كده، ناس هتزعل مني، مادة الفيزيكس وأنا بحلها كده في سؤالين وقفوا معايا فلخبطوا المجموع بتاعي، فما جبتش مجموع الذي يجب أن يكون. أصحابي كلهم ولو هيسمعوني بعدين، كل دفعتي بتاعت ثانوية عامة كلها في طب وصيدلة، يعني ما عنديش حد دخل إلا طب وصيدلة. كنا مجموعة شاطرة، كنا شلة شاطرة كده، وبحيي كل أصحابي الأطباء من هنا. ولكن أنا ما دخلتش كلية الطب، ما دخلتش كلية الصيدلة، لأنه الفيزياء وقعتني في الموضوع، عندي عقدة بالفيزياء. فدخلت كلية تانية اللي هي طبعا دلوقتي معروفه كليه ايه، كليه التجاره. والدي ووالدتي قالوا لي كلمه من اول يوم، قالوا لي مش مهم الكليه، اخويا الله يرحمه كان طبيب، كان في كليه الطب. فانا دخلت التجاره، انا بقى الخايبه اللي انا بقى اللي خبت دلوقتي. دي كانت الفكره وقتها، يعني انا كنت زعلانه من نفسي قوي، ازاي ده انا ما ينفعش. اللي حصل ان القدر حول مصيري تماما، انه دخلت كليه تانية وحطيت هدف. والدي والدتي كانوا بوشين مي على طول، لازم هتقدري وتعملي وانت شاطره، ومش معنى انك دي حصلت ده يمكن ربنا فتح لك حاجه سكه تانية. ويشاء القدر ان انا ادخل كليه التجاره وابقى معيده في الكليه وابقى استاذه في الجامعه، ويتحول اللي انا كنت شايفاه زمان، يعني انا بكره دلوقتي حاسه ان جسمي كله بفتكر الهيستوري، اللي انا كنت فاكراه شر طلع خير. فعشان كده انا بقول لاي طالب، انا بقول من هذا المكان، ولو اني يعني ما كنتش فاكره ان اقول حاجه زي دي، لاي طالب او اي طالب جاب مجموع كبير ولم يوفق في الكليه اللي كان عايزها او اللي كانت عايزاه، او جاب مجموع صغير ولم برضو يوفق وكان حلمه يدخل في مكان تاني او تدخل في مكان تاني، انا بقول لو اطلعت مع الغيب لاخترته الواقع. يمكن ربنا فاتح سكه تانية بطريقه تانية في مكان تاني. العالم كله متوجه دلوقتي الى اتقان المهاره واتقان العمل. ادخل الشغلانه او ادخلي الشغلانه، ادخلي الجامعه او ادخلي الجامعه اللي ربنا كتبها لك بشرط او اللي كتبها لك، ولكن الشرط التميز والاتقان والاخلاص والاداء، ونحب الكليه اللي دخلناها. أيوة اللي ربنا كتبها لنا دي. هتقوم الكليه تديك وربنا هيبارك ويحصل كل حاجه كويسه بعد كده. بس القناعه مهمه، القناعه والعمل، الاصرار اكيد، وكمان الاقتناع بالكليه في حد ذاتها، يعني ان احنا نقتنع بان ديت ربنا كتبها لنا، فاحنا ان شاء الله هنكون فيها خير. والله انا ما كنتش مقتنع اول ترم، لكن بعد كده أول ترم اقتنعت بقى خلاص لقيت. فانا بدي ببارك لكل طالب حاجه جامده كبير. اذا جاز انا ما كنتش عايزه ادب اعلام برضو، شفتي كلنا مصيرنا كده. نفسي ادخل فنون جميله، لكن تزوجت في ثانويه عامه، والدي رحمه الله عليه قال لي ده فنون جميله، مع اني كنت جايبه مجموع فنون جميله. قال لي لا ده هتبقى بعيد عن بيتك، ف المجمع. والحمد لله بقت حياتي هي الاعلام، يعني ممكن لو كنت ابقى مهندسه ديكور فاشله، لكن الحمد لله رب العالمين اذا كنت يعني في شيء من النجاح فلاني حبيت الكليه، ولان كان عندنا اساتذه الحقيقه اعطونا الكثير وتعلمنا منهم الاكثر. يعني فاحنا نقول للطلبه دول كده، يعني نبارك لهم ونقول لهم مبروك. وكل الاهالي اللي اولادهم جابوا المجاميع دي، تحيه لكل الاهالي اللي بذلت مجهود لاولادها، وتحيه ليهم طبعا، لان اكيد بذلوا حاجات كتير قوي في ظل السنه الاخيره في ظل الكورونا. لكن الولاد نفسها، الطلبه الشاطره المجتهده اللي جابت المجاميع العاليه جدا دي، ترفع راسها لفوق وتقول انها تقدر تعمل حاجه ثانيه. وانا دايما حتى لما بتبقى حاجه صعبه اقول لهم تقدروا، ما تقدروش ليه؟ طالما جبتوا المجاميع دي تقدروا تعملوا حاجات كتيره ويبقوا المبدعين. على فكره مش لازم كل الناس تبقى دكاتره واطباء، صح؟ البلد مليانه طبيب الوظائف، لا وغير كده والاطباء برضو نتمنى لهم كلهم التوفيق. بس اقصد اقول البلد محتاجه التكاتف والتكامل في كل الوظائف. فلو كل الناس راحت كليه الطب، طب وكليه التجاره مين يروحها؟ وكليه الاعلام مين يروحها؟ والصيدله مين يروحها؟ والهندسه مين يروحها؟ لازم نوزع نفسنا فنبقى كلنا شاطرين في اماكننا بالظبط، نبقى شاطرين.
كنا ونتقن. وانا بعتقد اللي بيكون بيتقن عمله حتى ماسح الحزية لو بيتقن عمله في هذه المسألة هو بيتفوق فيها. صح. فكل حاجة لها لها أهميتها، مفيش مهنة ملهاش أهميتها، احنا كلنا مترتبين على بعض. خلينا بقى نتكلم عن الدبلومات الأجنبية الأمريكا والاي جي، يمكن لنا حديث طويل انا والدكتوره غاده. قلت لها حاجه غريبه جدا، قالت لي ده احسن نظام في مصر في العالم الامريكا، احنا عملنا فيه كده ليه؟ يعني هو انا الحقيقه الاول برضه عشان الناس تبقى عارفاني كويس، انا طول عمري ولادي في نظام بريطاني. يعني ولكن وما اعرفش ماليش في الامريكا، ولكن حاولت ابني مؤخرا. على فكره هو زي طريقه التدريس في الاكاديميه كريديت او السيستم الامريكان. الامريكان سيستم كل الناس اللي بتتكلم عنه، كل الناس اللي ولادهم فيه اللي بيدرس مظبوط برضو، لانه طبعا في مدارس كويسه وفي مدارس لا، زي كل حاجه النظام بيسمح للطالب ان هو يبقى ملم بالمهارات والمعلومات والمعارف ويبقى ممرن ومعد وجاهز لسوق العمل. هي دي الميزه بتاعت هذا النظام، بتسمح للطالب انه ما يعتمدش على الامتحان النهائي فقط لا غير، ولكن بيعتمد على ادائه خلال السنه كلها. وبالتالي ده يبقى مناسب اكتر لكل الطلاب اللي مجتهده واللي بتشتغل، لكن بيبقى مناسب اكتر لما تكون كمان المدارس ما بتديش الدرجات جزافا، يعني تكون المدارس بتدي درجات باداء الطلاب اللي هو الجي بي اللي هو الجي بي. يعني الجي بي لازم يكون باداء الطالب مش يكون مجامله للطالب. وعدد المدارس اللي موجود في، يعني لو بنتكلم على، مش هقدر اتكلم على مصر كلها طبعا، ما عنديش معلومه بكل المدارس الموجوده في مصر كلها، لكن مدارس اسكندريه في عدد من المدارس زي ما حضرتك كنت قبل الهوا بتقولي ان في مدارس بتدي درجات من غير حساب، وفي مدارس تانية بتراعي ربنا جدا وبتشتغل بدقه واتقان. بتقول دكتوره غاده منوره الدنيا كلها تسليمه وقامة علميه بتحترم نفسها قبل احترام الاخرين، صاحبه مبدا وكل التقدير والاحترام لها. تحيه دكتوره صفاء، شكرا جزيلا. هي اخت عزيزه وزميله فاضله واشرت عمر كبيره طبعًا في الاكاديميه الحقيقه من هقول من كام سنه بقى، من كتير، روح جميله، روح من كتير، من سنين كتير. اتفضلي يا دكتور. فبقول لحضرتك النظام الاجنبي، يعني طب خليني ارجع لحضرتك معلش لو اخد الخطوه لورا شويه، هو ايه اللي خلى عندنا نظم اجنبيه؟ ما انا قلت لك لان الثانويه عنق الزجاجه الثانويه العامه، التعليم التلقيني مش هو كله المطلوب، وبالتالي في ظل مثلا لو رجعنا برضو بالهيستوري لورا شويه، لما كان يجي حد يروح يشتغل انت معاك لغات، زمان زمان ايام جيلنا احنا بقى واللي قبلنا كمان، معاك لغه هتشتغل، ما فيش معاك لغه مش هتشتغل، يبقى التركيز كان على اللغه. طب انت خريج مدرسه عربي ولا اجنبي؟ الاجنبي بيشتغل. وبالتالي الاهالي بقى اللي زينا كده اللي عايزين ولادهم كويسين عملوا ايه؟ قال لك لا، يبقى انا احط ولادي في اماكن تساعدهم ان هم يقدروا يشتغلوا. وبالتالي دي كانت البدايه، بدات المدارس الاجنبيه وبدا التعليم الخاص يبقى موجود في البلد من زمان، من فتره طويله يعني. بدات بقى تبقى انواع التعليم المختلفه، يعني الالماني والانجليزي والمصري والاسفل الالماني والانجليزي والفرنساوي والامريكاني وكله الياباني دلوقتي وغالبا الصيني كمان. فانت حضرتك دلوقتي عندك كميه مدارس وكميه انظمه كثر، لكن هل بقى الانظمه، وده يمكن السؤال اللي حضرتك يعني بتثيريه، هل الانظمه تطبق كما هي تطبق عالميا؟ خلينا بقى نرجع للنقطه دي. اذا النظام نفسه نظام كويس، لكن هل النظام بيطبق عالميا زي ما بيطبق عالميا بيطبق عندنا؟ هي دي بقى النقطه. هل احنا عملنا تغيير في اليه تطبيق وعرض الانظمه الدوليه داخل بلادنا او بلداننا العربيه، فبالتالي غيرت شكل تقديم البرنامج؟ ايوه. هل ده من المصريين وغير المصريين؟ ايوه. تجربتي انا مع مدرسه ابني بتقول كده، ان لا طبعا، واجانب كلهم ايوه بتقول كده، انه ممكن الناس تغير الانظمه. وبالتالي احنا مش بنتكلم بقى على النظام نفسه وحش ولا حلو، لا هو النظام كويس، وان الدوله سمحت بهذه الانظمه فده في ظل اطار الدوله، يعني هي الدوله اللي موافقه على وجود هذه الانواع من التعليم المختلفه عن التعليم اللي هو ثانويه عامه. حضرتك برضه سالتيني سؤال مهم انا مش ناسياه، هل في تكافؤ فرص ولا لا بين الولاد؟ طبعا. هو في تكافؤ فرص لان ده تعليم مختلف عن ده، فنظام التقييم مختلف عن نظام التقييم. الولاد بيحسوا ان هم بتاع الثانويه العامه اللي عنده مره واحده محاوله واحده وخلاص، والله مش كل المدارس دفعوا كل الفلوس علشان هو يعني ياخد دروس من شهر 8 وقصه وكده،
انما بتوع الامريكان بقى بفلوسي، اللي راحوا تركيا لا، يمتحنوا ما دي واللي راحوا مخالفة بقى، دي دبي غلطة بقى. يمتحنوا بصي، والامتحان اللي اتسرب مش عارف ايه والمدرس اللي لا دي غلطة، لا يا دكتور دي غلطة. بصي والهايلايت ايه بصي، والميك اب ايه لا لا أنا لا هقول لا حاجة، ده انا بيخرج لنا منتج. وانا شفت ناس الحقيقة، يعني شفت ناس خريجي بعض المدارس المشهورة جدا، ما اعرفش اكتب اسمه، لا ما ده انا هتخليه طبيب ازاي؟ ده انت بتطلعي لي طبيب شكله ايه؟ لا وبعد طبيب بفلوسه. لا هقول لحضرتك حاجه. هو طبعا الاول برضو خلينا نفرق ما بين نقطتين. نقطه الطالب، كلمه الطالب دخل بفلوسه دي انا برفضها شكلا ومضمونا. ما هو دخل الفلوس، بفلوسه. لا لا، هو الفلوس احنا الاول بنتكلم على انظمه، في نظام محلي وفي نظام دولي. النظام المحلي مصاريفه مختلفه عن مصاريف النظام الدولي. الطالب اللي داخل في النظام الدولي هو جاي من بيئات مختلفه. في اهالي فاكره انها طالما دفعت المصاريف الولاد نجحوا، ده نوعيه من الاهالي لا احنا مش هنقول عليهم دول. النوعيه الثانيه اللي بتدخل بقى الانظمه اللي هي محترمه، الانظمه الاجنبيه المحترمه اللي بتدفع المقابل الخدمه مش مقابل ان حد يديك يا درجه. دكتور، ما حتى هذه الانظمه فشلت في مصر، في حاجة مش هقدر غلط اقول فشل، يعني. ما هو احنا شفنا مدرسة مشهورة جدا وكانت ماشية كويس والدنيا ماشية، بيحصل ايه؟ هو في ايه لا ايه لا، في ايه فرق وجوه بيبقى حصل، التربية والتعليم، حصل طبعا ولا بقى. المشاكل اللي بين الناس والمصالح الخاصة، ولا إيه؟ مش فاهمة. طيب خليني ارجع لحضرتك الاول في نقطه الامريكان والثانويه العامه شبه، او الاي جي والثانويه العامه، او الحاجات الاجنبيه عموما. كل الاجنبي، كل الاجنبي في كفه، والتعليم المحلي او الحكومي في كفه تانية. لو هقارنهم يعني، دول بيتعلموا بنظام ودول بنظام، دول بشكل ودول بشكل، دول تقييمهم مختلف عن دول، فبالتالي دول بيقيموا مع بعض ولهم نسبه في دخول الجامعات الحكوميه، ودول بيقيموا بشكل ولهم نسبه مفتوحه في على دخول فكرة الجامعات ناس الحكوميه. كتير هتزعل مني من اللي أنا بقوله ده، بس أنا رأيي اللي دخل ابنه أمريكان أو أي جي مش هيدخل مدارس حكوميه، لا جامعات لا، حكوميه. يروح يدخله جامعة خاصة. ناس كتيرة بيدخلوا جامعات الحكوميه بس في البرامج المتميزه. مش برضه في دايما، يعني في منهم مش دايما. ما هو مش كل الناس بتقدر تدفع المصاريف بتاعت الجامعات الخاصه. خلاص سيبوا بقى بتوع الثانوية العامة، ما هي دي مدارس حكومية، سيبوا اللي ما قدرش يبقى عنده الفرصة ديت ياخد فرصة أكتر. اغلب الناس ما بتدخلش يعني الحقيقه، اغلب يعني انا في طبعا 5%. مش هقدر اجزم بمين بيدخل، ولكن من خلال معارفي وكل الناس اللي انا يعني اقدر اتكلم عنهم وعن نفسي وعن اصحابي وكده، اغلب الناس اللي مدخله اولادها في المدارس الاخرى اذا قدرت، لان محدش ضامن ظروفه الماديه في طبعا خلال الفترات القادمه، اذا الناس بتقدر انها تقدر تودي ولا. خلي بال حضرتك، هو سفر الولاد مرتبط بحاجه تانية، مش بس انك قادره ماديا او قادر ماديا، هل الولاد تستطيع العيشه لوحدها ولا هتفسد؟ ما انا ممكن واحد يسافر ويفسد، يبقى ما ينفعش. فبالتالي هي ليها ضوابط تانية. وكمان غير كده، ممكن تكوني حضرتك قادره ماديا وعندك استعداد تسفري ولادك، والولاد يعني ربنا حاميهم وكويسين، بس ما يقدروش يسافروا. الولد او البنت يقول لك انا مش قادر اسيب، مش قادر بيتي، مش قادر نفسيا. فبالتالي هي ليها اكتر من ضابط. فمش بالضروره ان كل واحد دخل ولاده مدارس غاليه جدا، اذا كنا هناخد معيار الغلو في المصاريف، او مدارس اجنبيه خليني اقول، او اختار تعليم مختلف، الا ويكون بالضروره مضطر يسفره بره، لانه ممكن ما يقدرش يسفره لا بره. ما يسفروش بره، بس في جامعات خاصه. عارفه يا دكتور، اقل جامعه، حتى الجامعه الاهليه، 1,000,000 جنيه طب في السنه يا دكتور. المصاريف من اين لنا ذلك في طبقه متوسطه؟ ازاي بس انا ازاي شفت ابو البوست ده وامي؟ من كام يوم على الفيسبوك، حد طيب كان حاطه كاتب مصاريف كل الجامعات وكاتب وحتى الجامعات نعم. الاهليه، انا ما بتكلمش على الخاصه بس، تمام. انا بتكلم على جميع الجامعات المطروحه الان. احنا عندنا سلمان بن سلمان، وعندنا المنصوره في اسماء وجلاله، كتيرة. في اسماء وديت كتيرة احنا كنا نطمع كطبقه متوسطه. انا ما عنديش حد في الجامعه على فكره، ولا عايز يدخل الجامعه خلاص، انا يعني مش بقول خلصنا. اسماء جامعات. لكن كان الاهالي منتظره كثيرا ان تدخل ولادها في الجامعات الاهليه اللي هي الطبقه المتوسطه، اللي مش عايزه تعمل حمل على الجامعات المجانيه، التعليم المجاني، ومش عايزه ما تقدرش تحط ولادها في الجامعات الخاصه. ما هي دي المشكله استاذه امل. حضرتك بتثيري قضيه مهمه جدا عند كل الناس، وانا واحده منهم، وحضرتك اكيد لما كانوا الاولاد في سن الجامعه، وكل اصحابنا وكل معارفنا وكلنا في نفس في نفس القصه. هو كل واحد عايز ايه لاولاده؟ انا مش مهم راكب عربيه شكلها ايه، ولا عندي بيت شكله ايه، ولا عندي مكان حاطط فيه استثمار ولا لا، لكن مهم جدا جدا التعليم بتاع الولاد. والكلام ده على فكره مش انا بس بقوله، كل الناس في كل الفئات، كل الناس على فكره،
كل هدفها انها تعلم ولادها ويبقوا احسن منهم. اللي كان عنده فرصه يلاقي فرصه افضل لاولاده، واللي ما كانش عنده فرصه بيحاول يخلي اولاده عندهم فرصه. برضو هرجع تاني واقول، هو ايه اللي خلى الاهالي واللي انا وحضرتك منهم برضو ما دخلناش التعليم الحكومي ودخلنا تعليم مختلف؟ ليه يا ترى؟ ايه السؤال؟ هل علشان برضو بيعتمد على الام والاب؟ انا امي كانت خريجه راهبات، انا بالتالي راحت مدخله انا راهبات. لكن هو دلوقتي وحضرتك بتشاركيني هذا الراي، المدارس الكنائسيه من اكثر المدارس انضباطا. بصي انا تحيه واحترام لكل مدارس الراهبات. يعني ليه بقى؟ ثابتين على المبدا لسه، يعني ماشيين في اتجاه بيغردوا خارج السرب، الناس ماشيه في اتجاه يعني، وهم ثابتين على المبدا. انا برضو عشان ما حدش يفهمني غلط، انا ما عنديش حد في مدارس الرهبات، فانا مش بتحدث عنهم مجامله لاي مدرسه، انا بتكلم على المبدا عموما. بشوف الطلبه في الجامعه عندي لما بيجوا بيكون في تربيه يعني ايه، القعده المظبوطه، واعتماد على النفس، الكلام المظبوط، الكلام المحترم، الحوار المظبوط. ولو ان المجتمع كله دلوقتي بقى فيه كده حته اخلاقيه محتاجه تتظبط شويه، عايزه ظبطه كده كتيره يعني، ولكن ماشيين على الطريق. لكن الراهبات القيم والمبادئ والاصول والحاجات دي موجوده. وعلى فكره هي الوزاره اسمها وزاره ايه؟ تربيه وتعليم. ما قالوش تعليم والتربيه، هي اسمها تربيه وتعليم. وبالتالي انا فاكره زمان كان، وحضرتك اكيد في نفس المرحله دي، كان في تدبير منزلي، وكان في خياطه، وكان في كروشيه وباليه، وكان في العاب اللي هي باليه، وكان في رسم، وكان في موسيقى، وكان في حاجات كتيره جدا. ولذلك احنا كلنا بنعمل كل الحاجات دي وما زلنا فاكرينها لحد النهارده، زائد الانشطه، زائد الحاجات. مش ممكن ما فيش بنت ما كانتش تعرف تخيط. كان في ساينس، في معمل، مدارس عاديه، كان في معامل، كان في كل حاجه، وكانت مدارس عاديه. طب ايه اللي حصل بقى؟ مش عارف ايه اللي حصل. الاعداد الزياده السكانيه، المدرس، الاسباب، المدرس ولا الزياده؟ الاثنين، المدرس والزياده السكانيه. دكتور طب ما هو انا لو احجمت، شوفي بس انا هقول لك حاجه، هي منظومه كلها متركبه على بعض. لو انا الناس بتجيب واسطه عشان تدخل ولادها ياخدوا دروس اونلاين الان، ده فشل ذريع. يعني انا على فكره حد قال لي على حاجه دروس ده بال، انا حد قال لي على حاجه غريبه جدا، بس مش عارفه المكان فمش هقدر افصح عنه تلفزيونيا. يعني قال لي ان هم في مكان معين كده زي جراج عربيات، جراج، وبعدين تدخلي جوه اكنك بتعملي باركينج للعربيه، بعدين جوه تلاقي بوابه تانية، تلاقي بقى السنتر كله شغال عشان ياخدوا الدروس. فدروس الخصوصيه للاسف موجوده، الوزير بيعمل كل جهد، انا شايفه في كتير من الحاجات بتتمسك وبتعملوا اونلاين. لكن الحقيقه دلوقتي اللي واضح انه الكورونا ساعدت كل الناس دي انها تشتغل تاني، شغالين اونلاين يعني، بدل وبعدين كسبوا اكتر، بدل ما كان 5 طلبه اون كلاس او في المكان، يعني الخمسه اللي قاعدين بيديهم برايفت لسن او 6 او 10، بقوا 100 على الاونلاين، وبيدفعوا دلوقتي على البنك او بيدفعوا على فودافون تقريبا كاش ولا ايه، في حاجه كده بيدفعوها، وبالتالي الدنيا بقت احسن واظرف. فانا شايفه انه ده كلام مش مظبوط جدا، وهو ده البدايه، او يعني هو ده سبب من اسباب عدم وجود التعليم في المدرسه. طيب هسال حضرتك في هذه الجزئيه، ليه في الجامعات الخاصه ما يقدرش معيد او استاذ جامعه صعب يدي درس اللي على استحياء؟ عندنا يترفض. عندنا واحنا معيدين، انا طبعا يعني بيشرفني ان انا بشتغل في الاكاديميه، وانا بشتغل في الاكاديميه من سنه 93، فالحقيقه عمري كله في هذا المكان، فيعني بحيي كل زمايلي وبحيي كل الاكاديميه. احنا ما عندناش خالص موضوع الدرس الخصوصي ده، ما فيش. انا فاكره مره زمان سنه 91 في حد عمل الحركه الخطيره جدا دي، وتم رفضه الحقيقه، تم رفضه immediately، فما فيش الكلام ده خالص. وده يمكن اللي مخلي المكان عندنا لسه يعني محافظ على موضوع ما فيش دروس والكلام ده. الحقيقه يعني برضو يعني دكتور احمد بيومي رئيس جامعه السادات مبسوط جدا من الحلقه ومشاركتك اضافه التعليمي، حلقه ممتازه، رؤيه محترمه، تحياتي لموضوع يناقش بجدية. صحيح، دكتور أحمد بيومي كل الشكر والاحترام والتقدير لحضرتك. حضرتك من الشخصيات اللي شرفت بأن أنا عرفتها، والحقيقة منتهى الاجتهاد ومنتهى الانضباط، فكل التحية والتقدير لحضرتك. وكان الحقيقة كان عيان بالكورونا، فسلامتك مليون سلامة. سلامة الأستاذ دكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات.
أنا اللي الشرف يا دكتور الحقيقة. خلينا نرجع مرة تانية. يعني هو دكتور أحمد هو رئيس جامعة، هو نفس الحوار هو متناغم مع ما نتحدث فيه يا دكتور. خليني أرجع، إحنا ليه في الجامعات الخاصة الولاد ما بياخدوش دروس في حين أن النظم الأمريكية أو الخاصة اللي هي الدبلومة الإنجليزية والدبلومة الأمريكية وكل ده احنا مصرناها؟ ايوه الاهالي بقى، انا هرجع بقى للنقطه بتاعه الاهالي. هو مين اللي بيخلي الولاد تروح تاخد دروس في الامريكان او في البريتش؟ عشان ايه؟ عشان ايه هما دول اكتر اتنين بياخدوا دروس، بياخدوا دروس قاتله. عشان ايه بقى؟ عشان المدرسه ما بتؤديش دورها والاهالي عايزه اولادها تشتغل، فبتكتشف فالاهالي عندها مشكله. انا في رايي الاهالي عندها مشكله، لان لو الاهالي سابت الولاد ما بيعملوش ما ادهمش الدرس ده، هيروح للمدرس المدرسه يقول له اشرح لي، المدرسه يقول له لا مش شارح لك مثلا. ما هو لازم يشرح، امال هو جاي المدرسه يعمل ايه؟ مدرس او مدرسه جاي المدرسه يعملوا ايه؟ عندنا في الاكاديميه ليه ما عندناش ده؟ لان عندنا محاضرات وعندنا سكشنز وعندنا اوفيس اورز وعندنا مواعيد احنا كلنا متواجدين فيها للطلبه، وعندنا علاقات ما بين الطالب والدكتور والطالب والمعيد. وبالتالي يعني انا في رايي لو طالب جوه عندنا في الشغل في الكليه يعني راح اخذ درس يبقى يعني يضرب نفسه يعني. ما هنعمل له ايه تاني؟ هنعمل ايه تاني يعني؟ يعني محاضره وسكشن واوفيس اورز واحنا متاحين، طب ايه؟ طيب يروح تاني. برضه حضرتك ما جاوبتنيش على السؤال، ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ انت ما ده تعليم خاص وده تعليم خاص، ليه دول بياخدوا درس والامهات والابهات بيسعوا ويجروا على دبي؟ فين تكافؤ الفرصه يا دكتور؟ بتعلمي ابنك ايه؟ بتعلميه هو لما يدي استاذه عشان يسرب له الامتحان؟ انت كام رحتي دفعتي حضرتك ايه هو التعليم ده؟ ايه القيم اللي انا بديها له؟ انا بعمل ايه في شخصيته؟ لا في اتنين محور هنا مهمين جدا. حضرتك قلتي دلوقتي نقطتين مهمين جدا، قلتي الام او الاب اللي سفروا ولادهم عشان يتحايلوا، يعني اسلوب التحايل، يبقى ده مشكله في العيله دي اكيد او العائلات دي. طب انا بعلمه ايه؟ السؤال التاني ما اقول حاجه بقى حاجه ثانيه. والجزء الثاني قلتي حاجه مهمه جدا، المدرس اللي سرب الامتحان. اذا احنا بنتكلم في قضيه اخلاق بقى، اخلاق. انا دلوقتي على فكره يعني كنت بكلم حد هو يعني ولي الامر ده بيساعد الناس، كان ماسك امريكان في قطر ورجع هنا مسك بوزيشن كبير، فبقول لا انا كنت فاهمه الحقيقه ايه الميك اب اللي بيعملوه ده وايه الهايلايت. قلت لها انا درست في الاكاديميه، كان في وفي كريديت اور سيستم في جامعات تانية، ما كانش في قصه اللي انتوا بتعملوها دي. لا ما فيش التحايل ده الحقيقه. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، هو انا برجع تاني واقول منظومه مدرسه، منظومه مدرسه، ولي امر، مدرس، وطالب. قبل بعد البيئه والحاجات الكتير اللي بنتكلم عليها، خلينا نتكلم على الاربعه دول. منظومه المدرسه ما تسمحش ان انا اروح لو المدرسه بتسمح ان انا اروح امتحن في حته تانية، ده يبقى مش مظبوط. لانه لو انا عارف ان في بلاد معينه، بس على فكره عايز اقول حاجه على حاجه، في بعض الجامعات واحنا منهم، لما بيجي طالب جايب الشهاده بتاعته من مكان مختلف بقول له لا ثانيه واحده، الشهاده دي منين؟ في برنامج معين بالتحديد بيتسال جاي الامتحان منين. لو كان الطالب بيدرس في البلد هنا طول الوقت وراح امتحن في بلد ثانيه، في مشكله بتحصل عنده. يعني مش هقدر افصح بايه اللي بيتم، لكن التسجيل عندنا بياخد باله من النقطه دي. ما هي الست المحترمه قالت لي انا اشتغلت في قطر امريكا، انا ما شفتش اللي حصل فيا في مصر. يعني انا مش هقدر اقول يعني البلد والبلد، لانه مش هنقدر نقارن بلدين ببعض، لكن انا الام والاب والام مش والاب يا دكتور. لا انا عايز اقول يعني عايز اقول حاجه، مصر فيها كام مدرسه والبلد الثانيه دي فيها كام واحنا مدرسه كتير، لكن انا بتكلم على النظام نفسه. النظام في نفسه نظام كويس، لكن احنا عايزين نحافظ على تنفيذه كويس. يعني خليني اقول لحضرتك ايه، النظام موجود. طيب النظام موجود واللي بيدير النظام شخص على راس النظام واخد باله من الاطار، زي الراهبات مثلا، او زي يعني طبعا مع كل الاحترام والتحيه زي عندنا مثلا، ناس واخده بالها ناس واخده بالها الحقيقه. ولو في حاجه بنكمل نكلم بعض، خلي بالك خلي يعني بنظبط الدنيا دي. طيب لو ولي الامر هو عنده الديفو ده، الولي الامر عايز ابنه او بنته يطلع يسرق من اللي جنبه، ما هو ده سرقه على فكره. اروح اديله مش عارفه ايه واغششه واخلي ده مش لطيف برضو ان انا اغششه امتحان. طب واعلمه ايه على فكره؟ ايه القيمه؟ طب إيه انا قيمة؟ انا يعني إيه اللي بديها له؟ عايز اقول لك حاجه، هو انا بعلم الطفل يبقى حرامي مثلا؟ يعني انا بعلم الطفل الغش؟ ده معنى غشنا فليس منا. بعلم الطفل ايه؟ انا ولي الامر اعلم الطفل ايه؟ غش؟ لا ما ينفعش. يعني لما يجي حد يقول لك احنا ممكن نعمل جروب على الواتساب ونغش، ينفع؟ لا ما ينفعش، ده دور الام بقى، ما ينفعش.
اصحابي هيغشوا، لا انت ما تغش يا ستي، ده بياخدوهم بره تركيا و... لا انا بكلمك يعني ده دور حضرتك بقى في ايه بقى يعني. لا ما هو الام اساسا ممكن نضع هي بصي يا دكتور نحط قيد يا استاذه امل، هي قصه واحده بس، ان الام اللي ما قدرتش تحققه فبتحققه في ابنها، فبتعمل ايه؟ عايزه الميم وعايزه الدال، مش مهم بقى هي غشت مين، سرقت مين، طلعت مهندس هو اللي غش في المونة وعمل وقع العقار، دكتور موت مريض، بتطلع لي هذا المنتج عظيم الضمير. بصي اللي بيغش في اول مراحل حياته خلاص هيتعود على استسهال الحصول على الشيء، فيبقى الغش وسيله سهله واسلوب سهل للحصول على اللي انا عايزه. لكن الحقيقه لما تيجي تقعدي ناس قصادك تتكلمي معاهم، حد طالع بالغش وحد طالع بالمجهود وبالشغل، بيتكشفوا على طول من اول لقاء، من اول الحوار، من اول قعده، من اول كلام، من اول تنفيذ شغل. طبعا في يعني بعض الامور الغلط، ان انا اطلع الولاد اقول لهم غشوا، اغش ليه؟ طيب ما هو انا لو مربي، ما هو انا هرجع تاني، فاكره حضرتك انا كنت عندك من فتره قبل الكورونا في برنامج اخر، وقلت لحضرتك قصه الاخلاق مهمه، وان احنا لازم نعمل حاجه اسمها عوده الاخلاق، وانا ما زلت تاني بقنادي لازم عوده الاخلاق. كل الناس اللي بتبعت لك انا الحقيقه مضطره ان انا اقول دكتور محمد نور استاذه متمكنه ونقاش ولا اروع، جاد واقعي صريح، احسنت الاختيار الموضوع والضيفة. ألف شكر، ربنا يخليك، ربنا يخلي حضرتك. اتفضل. اللي أنا أقصد أقوله لحضرتك إنه لو الأهل بيعلموا ولادهم الغش، لو هم شايفين ولادهم هم بيغشوا وبيشاورين بيعلموا ولادهم الغش، لا تتوقعي من الولاد يبقوا أي حاجة في المستقبل، ودي الخطورة الشديدة. يعني المدارس كلها لما كانت عاملة أونلاين إكزامز، مش كل المدارس كانت فاتحة الكاميرا. في مدارس كانت فاتحة الكاميرات على فكرة، مدارس قليلة. يعني مش عايزه اقول اسماء مدارس، لكن مدارس قليله، يعني مش كل المدارس كانت فاتحه الكاميرا، وبالتالي الولاد كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيحطوا التليفونات جنبهم ويغشوا، عاملين جروب وبيغشوا. طب والام فين؟ الحقيقه انا يعني انا مش عارفه يا صح ليه اقول كده ولا لا، الحقيقه انا ابني جالي سالني سؤال، قال لي مامي قال لي كده بالظبط، قال لي can I do something once in my life؟ قلت له ايه؟ قال لي all my friends will cheat، كان cheat with them. قلت له no you can't. وخدت تليفونه منه. ما ينفعش. لا ده هو بيسألني بيقول لي can I do it once in my life؟ ما هو ما مش هيعملها ومش هيعملها. قلت له no you can't. وخدت التليفون منه على فكرة. وما جابش أحسن درجات، يعني أكيد اللي غشوا جابوا أحسن منه أكيد. بس هو خلاص تعلم. بس كلهم قالوا إنه كان open book. إحنا كنا عادي نسيبهم يغشوا. أنا قلت لا. فأنا تقريبا ابني جاب أقل درجات. بس عندي أنا هو أعلى درجات. ولو هو سمعني انا ما اعرفش سمعني ولا لا، دايما بقول له خلي اخلاقنا، ودايما بقول قوتنا في اخلاقنا، نفضل على اخلاقنا ونفضل محافظين على مبادئنا هنبقى كويسين. لكن نغش النهارده وبعدين حضرتك لو جيتي زورتيني في مكتبي هتلاقيني معلقه على باب المكتب حاجه لطيفه كده، انه الاخلاق والبدايه وكل ده، وانه ممكن لو غشينا هيطلع عندنا المهندس الفاشل، ده اللي انا بقوله، والمحامي الفاشل والمدرس الفاشل. طيب ولو بقى عندنا مدرس فاشل وقعت الامه. بالظبط. دكتور مش عايزه ابقى زي الناس اللي بتجيب طاقه سلبيه اللي ونقول انه اللي حصل لكن تفتكري مع منظومه الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، مش عارفه انا بقتنع باللي بيقوله الحقيقه، مع التابلت من الممكن ان الناس ترجع تاني تحجم عن هذه الدبلومات وتكون بدايه جديده للتعليم المصري؟ بصي يعني خليني اكون واضحه وصريحه جدا في المنظومه الجديده دي. المنظومه الجديده دي يعني محتاجه حد يستوعبها الاول وياخد كل مقوماتها. انا موافقه على تطبيق المنظومه واحيي الجهود اللي بتتعمل من قبل الوزاره من المجموعه اللي بتشتغل فيها طبعا، لكن في ايه بقى؟ انها تبدا من اولها. انا مش مقتنعه مع كل الاحترام طبعا انها تتطبق في النص او في قرب الاخر. انا مقتنعه جدا ما انا بقول لحضرتك اهو، انا الموضوع بادئ من كي جي 1 دول ده صح، انا مقتنعه بده. بس عشان نوصل له ما عايزين 20 30 بالظبط بقى، دول دفعه 20 دول بقى الدفعه الجديده بقى اللي هو انا هقعد ابني فيه سنتين الحضانه وستة ابتدائي وثلاثة اعدادي وثلاثة ثانوي، كم سنة دول؟ ستة وستة 12 واثنين 14. وهو بدأ بقاله سنتين تقريبا او ثلاثة، يبقى احنا النهاردة ان شاء الله قدامنا 11 سنة من النهاردة او 10 سنين من النهاردة نلاقي المنتج. ايوة فين بقى ثقافة انت بقى النهاردة عندك، لو عندك عيلة، خليني ادي لحضرتك مثال بسيط جدا، لو عندك انت ام وعندك عيلة عندك اثنين اولاد،
حد اتطبق عليه النظام الجديد، فانت فرحانه جدا بيه وسعيده جدا بيه، ده كلام ناس من صحابي فعلا على فكره، وعندهم ولاد تانيين في المرحله الاكبر فما عندهمش النظام، فهم دلوقتي عندهم التجربتين. لا هو النظام برضو اتطبق عن جديد، لا هو اتطبق من اول اولى ثانوي، هو اللي اتظلم ده بقى المرحله مثلا اللي ده بقى اللي انا عندي تحفظ عليه، هو ده بقى. لكن اولى ثانوي خلاص هم اعتادوا، هو مش لاول مره هيمتحنوا اوبن بوك ولا بس اقول لحضرتك حاجه، ما اقدرش اجي طالب في اولى ثانوي وهو ما خدش اي بيز كل السنين بتاعته واقول له ده نظام جديد، برضو هيبقى ايه متعسر شويه، هيختلف عن الطالب اللي بدا من حضانه اتربى كده مفيش شك. فهو انا مع النظام طبعا، بس بقى في مقاومات للنظام. ايه مقاومات النظام؟ عشان ابتدي اقول والله ده في كلنا متحولين دلوقتي تكنولوجيا، فلازم يكون في انترنت قوي جدا وما يقطعش على الناس، والاهالي كلها يبقى عندها فاسيلتيز. منظومه التربيه بقول حاجه دي، انا بقول حاجه لازم الدوله، انا بقول لازم حضرتك يكون في مقاومات مكمله طبعا. يعني التعليم لوحده، المنظومه اللي عملتها وزاره التربيه والتعليم محتاجه منظومه تانية معاها، محتاجه اهالي أساسية تكمل، ومحتاجه بقى ثقافه مجتمع تفهم. وعلى فكره في توجه دروس. توجه دلوقتي كمان للفوكيشن للتعليم الفني، التعليم الفني دلوقتي طيب. لازم نديه. انا هقول لك تعليقات الناس وبعد كده هكلمك عن الدمج، لان انت تفوقتي في حكايه الاونلاين ده بشكل رائع بشهاده طلابك يعني. حد بيقول لحضرتك، هو استاذه منى يعني بتقول هيغش نفسه مع عمله مع حياته العمليه مع الاسره اللي هيكونها، والاخر هيستنكر هذه الافعال ولن يسامح من اعطى له هذا الدرس اللي غش. ده اذا صح ضميره بعد كده، لكن لو فضل مغيب هيفضل الناس اللي بنشوفهم والعياذ بالله اللي بيسرق واللي بيرتشي واللي كل دول نتيجه ايه؟ نتيجه غش في البدايه. فانا اتمنى الناس تفهم ده وتستوعبه فعلا، والاهالي يا رب الاهالي يفهموا. لازم يكون في تناسق وترابط بين المدخلات والمخرجات. صح 100% صح. ما فيش حد دخل الكليه اللي عايزها بس نجح في اللي دخلها وفي العمل ايضا. لازم بقى يكون في اقتناع وعزيمه واصرار وثقه وايمان انه انا هدخل الكليه صحيح مش اللي انا اخترتها، لكن هاتقن عملي فيها، واتقان العمل بيكون له يعني وان يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاي طالب لم يوفق في مكانه، ادخل بس المكان او ادخلي بس المكان الجديد اللي ربنا كتبه لك وتفوق والتزم في اداء عملك، يعني اتقن كده العمل وما تعملوش كده كروته، لا بالاتقان ربنا هي ان شاء الله يكافئ. مهندسة نيفين نسيم زميله الطفوله، انت الاكثر من هائله وممتازه وجميله وكل حاجه. خليني اكلمك عن الدمج في المرحله القادمه. وفي ظروف الكورونا اعتقد المدرسه مش هتكون اسبوع بالكامل، المدرسه هتكون اونلاين، جزء اونلاين وجزء منه هيكون في تواجد. الاونلاين نفذتوه في الاكاديميه، وكان حقيقة من الجامعات اللي نجحت في هذه. يمكن هقول لكم ليه برضه، لان الاكاديميه اوريدي كان فيها لاب ولكل طالب لاب، فما كانش جديد عليهم يعني، كانت التعاملات بين الاستاذ وتلامذته كانت طول الوقت اونلاين. مسموح ان انا كاستاذ زائر في الاكاديميه ان طلابي يبعتوا لي على اونلاين، مسموح لهم انهم يكلموني، مسموح لهم انهم يبعتوا لي مساج، كل الحاجات دي متوفره. فلما جت الكورونا ما كانش غريب يعني، ما كانتش بس اقول لحضرتك على واقع حصلت لنا قبل الكورونا باسبوعين. رئيس الاكاديميه عمل لنا اجتماع وقال يعني، بس احنا طبعا كان عندنا الحمد لله البنيه التحتيه كانت مساعده طبعا يعني عندكم كان عندنا قاعات يعني حاجه كانت جاهزه الحقيقه. فانا متذكره جدا المحاضره الاخيره الفيزيكال اللي كنت شايفه طلابي فيها قبل من نبقى التقديم أونلاين. التقديم كان اونلاين كل حاجه من قبل الكورونا الحمد لله، والدفع انت بس بتاخدي مالكيش علاقه يعني، كله في البنك. احنا كنا يعني شغالين بالفكر ده، بس قصدي الكورونا لما حصل الكوفيد واضطرينا نقعد كنا جاهزين، لكن احنا نفسنا كستاف برضو بذلنا مجهود. بس احنا كنا على فكره بنعمل اجتماعات على مستوى اداره الاكاديميه ورئاسه الاكاديميه اسبوعيا لمناقشه كل المشاكل، حتى لو كان في مشكله لطالب اسبوعيا. وبالنسبه لينا احنا قلنا للطلبه بسرعه، اللي ما كانش لسه كل طلبه كان عندها ايميل طبعا، لكن اللي ما كانش عنده احنا نبهنا كل الطلاب، ولما ما عرفناش نوصل لهم عشان كده بقول لحضرتك احنا عندنا طالب ومعيد ودكتور وكله، عملنا لهم مجموعات ان احنا نشوفهم على الفيسبوك، مجموعات مغلقه بحيث ان احنا بنكلم طلابنا عشان نقدر نوصل لهم كلهم. فالحمد لله يعني الحمد لله احنا مبسوطين جدا جدا في الاكاديميه ان كل شهاده الناس قالت ان التعليم عندنا الاونلاين كان افكتيف جدا.
وحتى كمان في مدرسه الاكاديميه الناس كلها شكرت جدا في الاونلاين بتاعنا. فانا بحمد ربنا ان احنا عملنا ده, وبنتمنى طبعا التوفيق لكل الناس في اتعلمنا بالتجربه. اخيرا الدمج مع ولا ضد؟ الدمج بمعنى الاونلاين مع الـ يعني الهايبرد كده. القادم في التعليم ان شاء الله هيبقى كله كده بقى. بصي اقول لك حاجه, هو بصراحه التعليم ضروري يبقى فيه انتر اكشن. يعني احنا افتقدنا الاونلاين, اضطرينا نعمله وحاولنا قدر الامكان احنا نكون متفاعلين مع طلابنا, لكن يعني طبعا التفاعل مع الطالب والحياة الطلابية الجامعية والحياة الطلابية المدرسية, وان الطالب موجود وشايف مدرسه او شايف دكتوره او متعامل معاه وشايف زمايله, دي بتدي شخصية تانية خالص على فكرة. لان الشخصية مش بتتبني بس من الجامعة والدرجات او المدرسة والدرجات والامتحانات, هي برضو الشخصية والتعامل والاكتيفيتي والانشطة كل الحاجات دي. فانا اتمنى ان احنا نقدر نرجع تاني للحياة الطبيعية اللي اعتدنا عليها, اللي كنا عايشينها ومش حاسين قد ايه هي جميلة. نتمنى ذلك. اخيرا زميلي العزيز ناصر حسن بيقول لك شابوه دكتور غادة, الاخلاق قبل التعليم. أخلاق ساعة بتمر بسرعة دائما مع دكتورة غادة القط. المسألة مش منصف إداري, المسألة مقومات شخصية تستطيع أن تدخل بها في العمق. بعد الحلقة الدراسية اللي بنقعد فيها بنترك في طلابنا حاجة واحدة بس. الأثر طبعا. وقد يكون الأثر سلبي وقد يكون إيجابي, يستمر معك العمر كله, وقد تتعلم الكثير, وقد تفقد بلقائك مع أستاذك الأكثر. حاول عزيز المعلم, كنت أستاذ في الجامعة أو كنت أستاذ في التعليم العادي, أن تترك أثر قيم, أثر رائع, أثر به قيم إنسانية تدوم وتدوم وتدوم. نقول لها كلمة واحدة, يحاول المعلم أن يكون قدوة حقيقية فعلية صادقة, مش قدوة كده لمجرد ان انا واقف اشرح كلمتين. اكيد القدوة. اكيد. نورتيني دكتورة غادة القط. انا اللي بشكرك جدا, ودايما الحوار معاكي ممتع, وانا الحقيقة ما حسيتش ان هي ساعة. انا بشكرك جدا ويا رب. كل الناس اللي اتصلت بينا وبعتت لنا مساج, والناس اللي انا ما كتبتش انهم او ما قلتش انهم كتبوا, انا بشكركم جدا. كتير جدا ناس بقى بتحبطني انا كأمل صبحي, ويقولوا لي انتوا ما بقيتوش متشافين زي الاول. امل بتصرفي فلوسك على اللبس ليه؟ امل بتعملي ايه؟ امل بتخلي ايه؟ صدقوني لو في خمسة بس بيشوفوني, فانا بحترم جدا الخمسة دول, وببقى سعيدة بالخمسة دول, وبحاول اقدم لهم حاجة تمسهم هما. هي دي الطاقة الإيجابية. تحياتي كانت معكم امل صبحي.